السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة مسيرة التعلم. عدت معكم بفيديو جديد في سلسلة تعلم الصوربان. اليوم سنتعلم كيف نقوم بعملية طرح على آلة صوربان. قبل أن نبدأ لا ننسى عملية التصفير، القيام بعملية التصفير. إذا الطرح هو بالتقريب مثل الجمع، هيا لنبدأ بهذا المثال. 83 ناقص 21 نمثل 83. إذا 83، ها هي 83. الآن ننقص العدد 21 من 83، ننزع خمستان من خانة العشرات 20. الآن أنقصنا 20، وبعدها ننزع خمسة واحدة من خانة الوحدات 21. النتيجة جيد جدا، الجواب هو 62. قم بعملية التصفير. إذا مثال آخر، 42 ناقص 18 نمثل العدد 42، ولننقص العدد 18 نقوم بإنقاص خرزة واحدة من خانة العشرات. لكن كيف ننقص 8 وحدات؟ إذا لكي ننقص 8 وحدات يجب أن نفعل ناقص 8 تساوي ناقص 10 زائد 2، أي نضيف خرزتان في خانة الوحدات، بعدها ننقص خرزة من خانة العشرات. انتهى، النتيجة هي 24. قوم بعملية التصفير. هيا لنجرب مع العملية 133 ناقص 27. نبدأ بتمثيل العدد 133 هكذا، لنقوم بتنقيص العدد 27. نبدأ بتنزيل خرزتان من خانة العشرات هكذا. لكن كيف ننقص 7؟ يجب أن نتذكر بأن ناقص 7 تساوي ناقص 10 زائد 3. إذن وأيضا بأن يجب أن نتذكر أيضا بأن 3 تساوي 5 ناقص 2. إذن ناقص 7 تساوي ناقص 10 زائد 5 ناقص 2. إذن نضيف 5 وننقص 2 من خانة الوحدات. نضيف 5 وننقص 2 من خانة الوحدات، وبعدها ننقص خرزة واحدة من خانة العشرات هكذا. النتيجة هي 106، صحيح. انتهينا. إذا تدربوا على هذه العمليات التي سوف أضع لكم الصورة بعد قليل لكي تمثلوا الأعداد. إذا لن أنهينا فيديو اليوم، أتمنى أن تكونوا استفدتم منه، ونلتقي في الفيديو الجاي إن شاء الله.